السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤيا ذكر الرجل في منام بالذرية والمال الكثير، وقد يدل على العمر، فإن كان القضيب الذكري في الحلم طويلا فذلك دليل على طول العمر والصحة الجيدة، والعكس صحيح. فيما فسر الشيخ النابلسي العضو الذكري في المنام بالولد والذرية وكثرة المال. أما قال ابن شاهين أو ابن سيرين رؤية انتصاب الذكر في المنام دليل على البشائر بالقوة والكلمة العالية المسموعة، ورؤية ذكر الرجل المنتصف في الحلم تدل على قوته وسمعته الطيبة. أما إذا رأيت ذكر شخص تعرفه في المنام فإنك تنال الدعم والمساندة منه. ويقول ابن سيرين عن تفسير حلم ذكر الرجل المقطوع أنه دليل على انقطاع نسله وعمله من الدنيا. فيما رؤية ذكر الرجل المجروح في المنام فتدل على الكلام القبيح والسيء بحق الراعي، ورؤية مداعبة ذكر الرجل في المنام ترمز على نيل المنافع والخير من هذا الرجل. وقال النابلسي حلم مص ذكر الرجل يدل على الاستفادة من رزقه واسمه، وتدل رؤية العضو الذكري للطفل في المنام على الفرح والسعادة الكبيرة في حياة صاحب الرؤية. ويقول ابن سيرين إذا رأى الرجل أنه ذكرين في المنام فإنه يولد له ولدين بارين ومطيعين له. ويقول مفسر الأحلام رؤية ذكر الرجل في منام العزباء دليل على نيلها السمعة الطيبة والمال الوفير، ورؤية العضو الذكري في المنام المتزوجة يدل على العلاقة الجيدة مع أسرتها وعيشها الهنيء. فيما إذا كانت المرأة الحامل ذكر زوجها منتصف في المنام فهذا دليل على ولادتها ذكر يكون له شأن في المستقبل، ورؤية العضو الذكري في المنام المطلقة دليل على تغيير أحوالها وتخلصها من همومها وأحزانها، وإذا رأت أن قضيب الطريق في الحلم فذلك دليل على شوقها الكبير له وكثرة تفكيرها فيه. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.